الوقت حان ويحل توني على أحباب من بعد ما عشنا ليالي جميلة على الوفاء والعز والطيب أصحاب مثل الخليل اللي وفى مع خليلة. الوقت حان ويحل توني على أحباب من بعد ما عشنا ليالي جميلة. أولا إلهي سبحانه وتعالى مهديانا مهد كل جي إلهي سوز كله بعد الله سبحانه وتعالى ما يمهد نغانا مجلس كامونا تفردين دوتك قبل قابي قود أهان يعني جمعة دمائسو أو حقا لنهرضي يو ديالشي نيرتيقنا هين قود أهان دوتك والعلوم أنا نيروبي كداغن أغتان إذا سيمكم مهد نغانا جزاكم الله خيرا سودوينتي يعني هغتن تعاون كلا فرق بضان إذا قيمة بضان داد مجرى تقريبا تأفرتن إيو اللي جرين روك أهلا لأيردان قاركو ميدا وقت جو هولي جو قاركا سيارة ميدا رأي ولي وقف سدين إلا ميدا رأي مباسا ملين دي وتامو نمانغا إيو ميغل كا إذا تر بضان أو ياها سمرني غاران ميغالا نيروبي يا نفسي جواب يا مهم كه أو نتمنى رأي تاريخان يو أثران ولقو قرقر أما برشة هم كلها ما يرجع إن شاء الله تبارك وتعالى رحلة لأني تنقل سفر كم الله من قدرني إن هكو ظاهر رسالة أما كتاب أما بوك أو كترجمة إن شاء الله تبارك وتعالى الجهاد يسن بيدين اسمارك أصبر معلومات ونقصني يا نقدان شيء الله أخريا أميركي على إن نجد إلى يكرجان أو إلى أمري أحمد ينصي هذه لاير. الوقت حان ويحل توني على أحباب من بعد ما عشنا ليالي جميلة على الوفاء والعز بأصحاب مثل الخليل اللي وفى مع خليلة. الوقت حان وحل توني على أحباب من بعد ما عشنا ليالي جميلة. طبعا ابتغانا ليري هذا دهتك بغرضة ما يكين كحدنا ليري ما يريها أو هبل لانقوش يعني هبل ما يهري عليه ورايو يهري يلا هبل يهري بار بعان لان نوصل دي بلا نكاس عندي دي بناه بوبس ده لين نوصل ما يفضل مي قلتين ليه بوبس ده أنا ورايو يو إنك أليش أقول ما يفضل لان ورس دي بلا ما يهري نكاس عندي دي بناه بوبس ده اليوم نفتح للخوي كل الأبواب والكل منا ضايق من رحيله والكل الوقت حان ويحل توني على أحباب من بعد ما عشنا ليالي جميلة على الوفاء والعز والطيب أصحاب مثل الخليل اللي وفى مع خليلة. الوقت حان ويحل توني على أحباب من بعد ما